لاباس عليكم، كيدايره مع الصحه الحبيبات ديالي. انا كندير في الحسوه على حساب باش سميتو، على حساب هذا المرض اللي بدا كينتشر الحمد لله والشكر لله. ولكن الا بغيتو ديروا بحال هاد الحسوه، المهم بغيت نشاركها معكم قبل ما نبداها. قطعت هنا بصيله ودرت فيها كميشة صغيرة ديال الحلبة، كميشة صغيرة ديال حب رشاد، ودرت فيها زيت العود، وغندير فيها التومة وشوية مليحة. هانتوما معايا، انا غادي ندير التليفون نقابلو معاه سميتو ونوريكم كيفاش كنديرها. بالنسبة البنات للتومات انا ضربتهم وخشيتهم في سميتو، صافي نبدا نقلي بحال هكا غير شويه. صافي كتديري فيها شويه ديال الماء، هيا كتخلي هادشي غير شويه. صافي كديري عليه الماء شتوها، صافي بارك كتخليوها واحد شويه، كتخليو دوك التومات هكا صايمين تخليو هاد شويه. صافي وكديرو الماء. هانتوما الحبات ديالي، صافي كنديرو الماء بحال هكا، هكذا صافي شتوها. صافي كتخليوها تغلى، كتخليوها تغلى وكديرو عليها البلبولة. أنا نوريكم فاش نبغي نضيف البلبولة. هانتوما البنات، ها هي غلات ليا، وهنا بعد ما غسلت البلبوله ديالتي كما كتشوفوا، صافي كنديرها فيها وتنخليها تغلى. ومن تتغلى وداكشي كطيب، من كطيب كنكب فيها الحليب. انا غنوريكم كيفاش غنكب فيها الحليب. صافي وكتاكلوها زوينه وكتقوي وكلشي، ونيت هذا المرض اللي ولا ديال كورونا وداكشي، يعني مقويه للزوج ديالك من يجي من الخدمه تعطيها ليه، وليداتك حتى هما تعطيها ليهم، يعني مقويه وكتجيب نينه بداك الحليب وداك الزيت العود وفي هذوك الدروسات ديال الثومه، يعني ما كيبقاش داك لوغو ديال الحليب وداكشي كيتميلونجا كلشي كيبان كيولي بنين. من غادي ندير فيها الحليب البنات نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها انتما الحبيبات ديالي، ها انتما بعد ما طابت، ها انتما كتشوفوا الكبيدات ديالي. هذا هو دوات كورونا يا الحبيبات ديالي، ودوات جميع الامراض المزمنه المزمنه المزمنه. ها انتما الحبيبات ديالي، هاي بدات كتختر. صافي تنكب عليها الحليب الحليب الحليبه بحال هكذا. ها انتما ها كديروا بحال هكذا، عاد كديروا شي شكل اخر. ايوا صافي، وها انتما تتحركوا بحال هكا 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 هكا. ايوا صافي، ها هي الحسوه ديالي، نخليها واحد الطبخ واحد شويه واحد شويه واحد شويه يا الحبيبات ديالي. وها هي برونتو يا الكبيدات نتاعي، دابا نخليها تغلي 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 تتغلغل مع راساتها. ايوا صافي، ونطفي عليها هي الكبيدات ديالي. وكتحطوا منها، ولا بغيتوا تحطوها في الثلاجه شات عليكم، كتحطوها في الثلاجه، والغد اللي تبغوا تفطروا بها او تغداو بها او تعشاو بها، كتعاودوا تزيدوا فيها شويه ديال الحليب وتخليوها تطبخ واحد شويه باش تجرى شويه، حيت كتعقد الكبيدات ديالي. ايوا صافي، شوفي ولدي بان كيقول واو. يلا صافي الحبيبات ديالي، ما نبغي نحطها نوريكم التقديم ديالها. فوالا البنات ديالي، ها هي الحسوه ديالي طابت الحبيبات، وما بخلتش لكم بها، كتجي بنينه بديك البصيله والثومه وداك المكونات كاملين، كياكلها الدري الصغير والكبير كتجيهم بنينه، يعني اللي حطيتيها ليه تياكلها. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، وكنتمنى نكون فدتكم بها، وما تبخلوش عليا بالتعليق وبالمشاهده واشتراككم بالقناه ديالي. وكنتمنى تعجبكم الحبيبات ديالي الوصفه، ويعجبكم الفيديوهات ديالي كاملين. ومع السلامه.